القبر وصية إخفاء وأعفاء. هارون والظباء. 60 طريق المدينة لا يدرى أين ذهب. قال الدكتور كامل الشيبي لما قتل عليه السلام حملوه ليدفنوه مع رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فبينما هم في مسيرهم ليلا إذ ند الجمل الذي هو عليه السلام عليه، فلم يدر أين ذهب ولم يقدر عليه. 61 السحاب. قال الدكتور الشيبي قتل علي عليه السلام، قيل في موته عليه السلام يقول أهل العراق هو في السحاب. قال المجلسي أرعدت السماء وأبرقت، فقال أبو عبد الله عليه السلام أما إنه ما كان من هذا الرعد ومن هذا البرق فإنه من أمر صاحبكم أمير المؤمنين عليه السلام.